السلام عليكم عم مختار، هذه بولو كات تروا بولو تروا بليتو 1.4 سيمي انجكسيون. بدلنا كانت مريقلة نورمالمون، بدلنا كاربيراتور، وملي بدلناه الكاربيراتور بدات تبدا المشاكل، مبداش في وقتها، بدا من بعد، ولت مرة تخز مرة لا، مرة كونسوماسيون تطلع مرة تطيح، ومن بعد طولت ما عادش تحب تخدم جمل، ولت تخدم وتسكت، لازم تبقى نازل اكسلاتير افون باش ما تسكتش. بدلنا جي ثلاثة كربيراتوريات تو ونفس البروبليم ديما. رجيم موتور هل مش ستابل. الكارتة هزيناها شافوها قال لك الكارتة امريكل، اما راهي الكارتة تاع بوان دو الريفيرونس نتاعها تاع بوان دو، الموتور 1.4 ماناش عارفين، مي كانت تخدم مريقلة معناها قبل معناها قبل ما تصير تبديل الكربيراتير. مارش ثبتنا كل شيء، الفيشيات الكتريك، الريجلاتير نتاع رالونتي، تي بي اس كابتير بوزيسيون بابيون، مازال كان هذايا ما حليناش باش نعملو الريجلاج نتاعو. كانت نجم تفيدنا ويرحم والديك، باش خدموها ونشوفوها كيفاش تعمل. يبقى وقتي رانا حرفت على الثلاثات يا حلو يا حتى تسكت خالص قلت دوبا يهز رجع الاكسلتير تسكت، وفي الطريق في اي تبديله نتاع في تي اس تسكت، تخدم تعاود تسكت وحدك. السلام عليكم عم مختار. باه بالنسبه للمشكل كيفاش بدات؟ اول ما خذيت الكهرباء جوها باه، ما فيهاش المشكل هذا، ما فيها حتى مشكل، تمشي وتجي باهي، جو مريقله الكهرباء. من بعد مشيت نبدل في امورتيسور ونسال في ميكانسيان، قلت له راهي كلات لي 80 دينار 90 دينار هكا من جمال مستير لتونس، فهمت، ماشيه ورجعه. قال لي راهي برشا، قال لي تو نبدل لك كاربيراتير. باهي، مو بدات المشكله وقت اللي نبدل انا في الكاربيراتير، هو كل مره بركب لي ثلاثه، ما واحده نتاع 205 واحده نتاع 206 ويبدل في الانجكتارات، بدل ما نعرف شنيا برشا حاجات، بدات تخض بشويه بشويه، كل مره تعمل خضه. في بالي انا المره الاولى فلتر ويت، بدلت الفلتر شيء، في بالي فلتر ريسونس شيء، تستيت شفت الترومبا شيء، باقي نفس المشكل. بقات هذيك نفس المشكل، وباقي هو يبدل لي في اللي كاربيراتير، كل مره يبدل كاربيراتير وما نجحتش، فهمت، نين معناها فديت منه انا السيد، وليت هزيت كهربتي، هزيتها شافها الكتريسيان، كاو الكتريسيان ما فهم، ما بقات عنده برسك شهر الكهرباء وما عمل فيها حتى شيء، شهر كامل ضربة عنده ما عمل فيها شيء. قال لي صبيت لك بروجرام تاع كارتا وما نعرفش شنو اخر مش عمل، وكاو باقي نفس البروبليم. نين الكهرباء هزيتها في سويسرا، واحد بقى للبلاد، انا نسكن في زغوان هكا، علاش انا حبيت معناها نستشيرك انت في ما عرفتش شنو في شنو البروبليم بالضبط. والله هبلتني طبعا، عندها بريسكي اكثر من 3 شهور الكهرباء ملوحه هكا. وفيدنا وان شاء الله ربي يوفقك. السلام عليكم.